اعزائي المصممين ازيكم؟ في فيديو النهارده هنكون بنتكلم عن 7 نصائح عشان توصل لرندر واقعي. التكوين والمود بورد. ضروري جدا قبل ما تبدا اي مشروع تكون عامل مود بورد للبروجكت بشكل كامل. المود بورد دي عباره عن مجموعه من الصور انت بتبدا تجمعها على نفس الستايل او الديزاين اللي انت هتكون شغال عليه، وبناء عليه بتستخدمها كمرجع تقدر من خلاله ان انت تبني الديزاين الجديد بتاعك. استخدام نماذج او بلوكات عاليه الدقه. دقه البلوكات وجودتها بتاثر تاثير كبير جدا على المشهد، فانا لو عندي البلوكات دي الدقه بتاعتها ضعيفه فبتخلي ان المشهد يبدا ان هو يكون فلات او كرتوني، فما يديناش الواقعيه اللي احنا بنكون بندور عليها، على عكس النماذج او البلوكات اللي بيكون البولي بتاعها عالي، ده بيديني دقه كبيره في المشهد وفي نفس الوقت بيكون قريب جدا للدقه او الاخراج اللي احنا بندور عليه. الخامات والماتيريالز. ضروري جدا وانت شغال تكون عامل جدول للماتيريالز او ماتيريالز محدده انت تكون بتستخدمها، لانه دايما من الضروري ان انت تجرب اي تكستشر انت هتبدا ان انت تحمله، تشوف الدقه بتاعته، تشوف تقدر ان انت توصل ريندر اوتبوت باستخدامه لحد مرحله ايه، وفي نفس الوقت تتاكد من الدقه بتاعته. والجدول بتاعك ضروري جدا ان هو يكون شامل المقاس الاساسي للخامه نفسها، يعني مثلا ما يكونش البلوك مثلا بتاع الطوب حجمه كبير جدا او صغير جدا، لان الحاجات دي بتفرق كتير في الاخراج او المشهد بتاعنا واحنا شغالين على الريندر. الاضاءات. الاضاءات عندنا بتنقسم لثلاث انواع: السان لايت والاتش دي ار اي والاضاءات الداخليه. من اهم العوامل الصعبه اللي كانت بتاثر على المشهد هي الضبط بتاع الاضاءات. كل المشاكل دي تم حلها في التحديث الجديد بتاع V-Ray 5. لو ما سمعتش الورك شوب بتاعت V-Ray 5 اسمعها دلوقتي عشان تعالج كل المشاكل بتاعت الاضاءه اللي انت بتواجهها في الاستخدام، وهتحل لك كل المشاكل في تحديثين جديد من اهم التحديثات والفيتشرز اللي اضافت للV-Ray 5، وهو حاجه اسمها اللايت جين بيظبط ال HDRI والسان لايت، والجزء الثاني اللايت ميكس موجود جوه V-Ray فريم بافر بيبدا ان هو يظبط لك كل الاعدادات بتاعت الايه الاضاءه، وان انت تقدر تتحكم في لون الاضاءه بعد الريندر وفي نفس الوقت تعلي الدقه بتاعتها او ان انت تقللها في نفس الوقت. القياسات والارجونومكس. واحده من الاخطاء الجديده اللي بيقع فيها المستخدمين الجدد للبرامج وال3 دي والريندر بيبداوا ان هو يستخدم او يجيب البلوك، يبدا ان هو يحط البلوك زي ما جابه ويبدا ان هو يبني المشهد بناء على الكلام. الكلام ده خاطئ جدا، لان البلوكات الاحجام بتاعتها ما بتكونش متناسقه مع بعضها، فتلاقي في المشاهد بتاعتهم تلاقي مثلا ان الحيطه مثلا قريبه للارض، نفس الوقت ممكن تلاقي ترابيزه كبيره جدا والكراسي صغيره. المشاكل دي كلها بنبدا ان احنا نعالجها ان احنا نكون عارفين القياسات الاساسيه. طيب لو مش عارفين القياسات الاساسيه نبدا ان احنا نرجع لكتب الارجونومكس بحيث ان احنا نعرف الطول الاساسي للترابيزه المفروض يبقى كام، طول الكرسي الاساسي يبقى المفروض يبقى كام، بحيث ان المشهد معايا يكون متناسق من حيث الحجم والكتل اللي موجوده في المساحه بتاعه الفراغ بتاعتي. اعدادات الريندر. بستغرب جدا لما اشوف ناس مستخدمه نفس اعدادات الريندر لمشاهد مختلفه. الموضوع ده طبعا خاطئ، بيحتاج ان انت كل مشهد كل ستايل جديد انت بتشتغل عليه تبدا ان انت تظبط له الايه الاعدادات بتاعته. طيب ومن المهم جدا ان الريندر اوتبوت بتاعي يكون اكبر من 1000 بكسل عشان يساعد على التجسيد كويس. يعني مثلا ما اجيبش ان انا ارندر شوت واستخدم مثلا ثامب نايل صغير مثلا او حاجه صغيره 500 بكسل واتوقع ان هي هتطلع لي كواليتي كبيره، لا اوريدي الصوره حجمها صغير، فده من ضروري من حاجات جدا اللي انا اركز عليها. تاني حاجه برضو من ضمن اعدادات الريندر بتاعتي وانا شغال الدي نويزر، ان انا اكون مظبط لا الصوره تكون معايا فلاتن قوي ولا ان هي تكون سوليد والتكستشر ظاهر بشكل ايه كبير. من ضمن اعدادات الريندر في الفي ري فريم بافر الجديد ان احنا نقدر نعمل جزء كبير من البوست برودكشن نقدر ان احنا نعمله دلوقتي على الفي ري فريم بافر. زمان كنا بنخلص الشوت بتاعتنا ناخدها على الفوتوشوب ونبدا ان احنا نعمل البوست برودكشن المتعدد. دلوقتي بقى في فيتشرز جديده موجوده في الفي ري 5 تبدا ان هي تسهل عندنا العمليه دي كلها، وتقدروا تراجعوا برضو الفيديو بتاع الورك شوب عشان تتعرفوا على تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. التفاصيل الصغيره. ان المشهد يكون مترتب ونظيف وكل حاجه فيها سيمتريه ده كلام جميل جدا، لكنه ما بيديش للاسف صور واقعيه في الاخر. ليه؟ لانه في الحقيقه الكلام ده ما بيكونش على نفس
نم. فالاشجار في الاكستيريور ما بتكونش بنفس الزاويه، على نفس المسافه، على نفس التوزيع، في كل الكلام ده كله لا، بالعكس بيكون عندي ميكستشر ما بين كل الكلام ده كله عشان يبدا ان هو يديني واقعيه. فانا مثلا لو انا هستخدم اشجار مثلا في الخلفيه، فضر ان انا ممكن اعمل روتيت، اغير في الحجم، اغير في السكيل بتاعها، بحيث ان يكون في تنوع، ما يدينيش في الاخر سيمتريه او مساواه في كل الاشكال فيعمل لي مشكله. نفس النظام ده بنشوفه في تفاصيل تانية، زي مثلا رص الاطباق جوه مثلا الترابيزه بتاعه الطعام، فنلاقي مثلا ان الاطباق كلها متوزعه بالشوك بكل حاجه، البلوك جاي ومتكرر على باترن، ده طبعا ما بيديش واقعيه. من الضروري ان انت تعمل روتيشن للاطباق، تغير مثلا المكان بتاع السكين، الشوكه، الادوات، الاكسسوارز بتاعه الطعام من وقت للتاني، بحيث ان هي تكسر الحاجز بتاع الايه السيمتريه. الكوبايه كويس جدا ان هي تكون نظيفه، لكن لو احنا برضو بعض الاحيان عايزين نضيف ليها واقعيه وتفاصيل صغيره جدا، احنا ممكن نضيف سواء كبوست برودكشن او كلاير تكستشر، ان احنا نضيف مثلا جزء مثلا من بصمه. نفس النظام على الاخشاب، ممكن ان احنا نضيف كسر مثلا او جزء بسيط. الحوائط ممكن ان احنا نضيف فيها شروخ بسيطه. الكلام ده ممكن نضيفه من خلال حاجتين، اما ان احنا نعمل بوست برودكشن على الفوتوشوب، نركب لايرز، نعمل ملتي بلاي او غيره كاننا بندمج، او ان احنا نيجي على التكستشر نضيف تكستشر ماب على الخامه نفسها، بحيث ان هي تديني كسور او ايه حركه في المشهد بتاعه. اعزائي المصممين، في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه. لو عندكم اي تفاصيل بتعملوها عشان الريندر يكون واقعي اكتر، ممكن تسيبوها لنا في الكومنتس على الفيديو ده.